مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج سام يا كويت عبر شاشة قناة الكويت الفضائية. نرحب فيكم في أولى حلقاتنا في سلام يا كويت بعد عيد الأضحى المبارك. نقول الحمد لله على السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام اللي توافدوا لأراضيهم سواء في الكويت أو في الدول العربية والإسلامية. اليوم قبل شوي يمكن شفنا خبر، يعني خبر شوي طريف وجميل بنفس الوقت، في إحدى الصحف المحلية يقول الخبر أن أي وافد يعاكس فتاة راح يكون مصير الإبعاد الإداري مباشرة على طول. بالعكس هذا شيء إحنا يعني نستانس إحنا لما نشوف اليوم المعاكسات اللي موجودة بالكويت في المجمعات التجارية في الشوارع في كل مكان، يبي لها فعلا يعني قانون حازم يطبق على كل إنسان يفكر إنه يضايق الناس. وايد من العوائل قاعد تضايقون، وايد من النساء قاعد تضايقون بالشارع، سيارات حوادث بالهبل عد وخربط، يمكن ناس كثيرة ما تدري شو أسباب الحادث، لكن هو الحادث أصلا تلاقيه معاكسة، واحد من الشباب يلاحق عائلة بسيارة يحدهم لهالدرجة، ممكن أنه يتعرضوا للحادث وممكن يوصلوا إلى الوفاة بسبب هذه المعاكسات. بس ودنا عاد هذا القانون يتطبق على مو بس الوافدين، حتى أي كان الشاب لو أنه مواطن، يعني الوافد مثلا إبعاد، المواطن مثلا شو نسوي له؟ نحط أسبوع بالسجن ولا 10 أيام تأديبي عشان يبطل هالسالفة؟ فبودنا مثل ما قلنا تطبيق القانون شيء جميل جدا، وبالذات في هذه الأمور، لأن الناس وايد يعني زهقوا وتعبوا من سوالف المعاكسات في مثل ما قلنا مجمعات والشوارع والسيارات وغيرها من الأماكن العامة. خلينا نروح لموضوع حلقتنا الليلة. الرياضة الكويتية، يمكن احنا لما نتكلم عن الدوري الكويتي نبي نقيس من خلال هذه الحلقة مع ضيوفنا في سلام يا كويت عن رضا الجمهور عن الدوري الكويتي، متابعة الجمهور الكويتي لهذا الدوري، قوة هذا الدوري، تأثيره ومفرزاته للمنتخب الوطني. حبينا يعني دائما احنا من فترة لفترة نتكلم عن الأمور الرياضية، والأمور الرياضية مهمة جدا تهم جميع شرائح المجتمع. خلونا بداية أرحب بضيفنا الكابتن فرج لهيب لاعب المنتخب السابق. مساك الله بالخير كابتن فرج. مساك الله بالنور. أحب أول شيء طبعا أمسي عليك وعلى أخواني المشاهدين وأقول لهم كل عام وهم خير، وإن شاء الله تكون إجازة حلوة واستانسوا فيها. أنت بخير وصحة وسلامة. إحنا طبعا راح يكون مشاهدينا معانا أيضا الكابتن مالك القلاف لاعب نادي العربي السابق والمنتخب الوطني، لكن شوي ماخذته زحمة الشارع، إن شاء الله ينضم لنا خلال دقائق. قبل لا ناخذ الحوار مع ضيفنا عندنا، بس ترتيب الدوري العام بعد المرحلة السادسة، بعد آخر مرحلة السادسة مثل ما قلنا المباريات اللي مضت للدوري، مثل ما نشوف الترتيب عندنا في النادي العربي بداية بالمركز الأول 15 نقطة، والسالمية أيضا متواجد مع العربي بس فرق الأهداف بينهم يعني 15-15، الكويت الثالث، القادسية الرابع، نادي الجهرة الخامس، لبيخات السادس. لبيخات ما شاء الله مرتفع الأسهم يعني في هذا الموسم. نادي النصر السابع، كاظمة الثامن، يمكن من الفرق يعني القوية شوي اللي نقول انها واصلة الى مستوى متدني بهالدوري نادي كاظمة. ونروح بعدين نادي الشباب الساحل، يرموك، خيطان، التضامن، والفحيحيل. الفحيحيل هالموسم بالمرة كلش يعني ولا نقطة للحين بعد المرحلة السادسة. أول شيء تعليقك كابتن فرج على نقول بعد المرحلة السادسة هذا الترتيب اللي موجود اليوم. والله شوف يعني الأمانة طبعا بالنسبة حق ترتيب الدوري الكل مستانس بالبداية، كون أن دشوا أطراف أو فرق فاقدينها من زمان. نعم. يعني مثل نادي العربي، يعني الكل شايف ما شاء الله هالسنة متطور كجهاز فني، كجهاز إداري، كلاعبين داخل الملعب، والكل شاف مستوى عالي، والكل شاف جمهور نادي العربي شلون غطى المباريات حتى وكانت مباراة ضعيفة، قاعد يحضر جمهور وقاعد يوصل بال5000 إلى 6000 شخص. نعم. فهذا راد كله على الفزع عرباوية هالموسم هذا. أكيد إن نشوف، أنا عندي قاعدة يعني من يوم ما متواجد بالملعب لليوم، إذا العربي كان زين الدوري يكون زين.
لانه هو يعني بغض النظر عن الفرق الثانيه مع احترامي لهم، لكن العربي لا حلاوته لا جمهوره، يعني حتى وهو خسران راح تحصل جمهور عربي متواجد. وبالاضافه طبعا حتى الفرق الثانيه يعني هلا دام احنا نتكلم عن العربي، يمكن شدني موضوع فراس الخطيب. السنه هذه فراس الخطيب بعد ما كان بالعربي راح القادسيه كذا موسم وبدع مع القادسيه امانه، يعني الان هالرده مع النادي العربي ابداع فراس الخطيب. وش يعني ما نقول انه يعني نبخس حق الباجي، لكن شايل الفريق شيله محترمه يعني الاهداف حتى اللي قاعد يسجلها هاتريك واثنين وثلاثه ماشي. شوف فراس كانت صفقه عمر، يعني يا اكون او لا اكون من وجهه نظري، لان يعني فراس كان لاعب بالعربي، بعدها راح اتجه لبدايه كان بالنصر، بعدها للعربي، بعدها اتجه للقادسيه، بعدين راح قطر، من قطر راح الصين، هذا اخر محطه للصين. فالكل كان متخوف، يمكن حتى فراس كان متخوف اكثر واحد، كون انه راح يرجع القلعه الخضراء. وتدري فراس بالعربي يمكن كان كل شيء، فعودته الحين بهالعمر بهالوقت هذا الكل يعني متخوف منه. الحكي قبل 8 سنوات تقريبا مهد العربي، فالحين رد فراس، ورد فراس اللي نعرفه من زمان وحمزه، وامتعنا بهدافه، واعتقد الحين هو من مصادر الهدافين، وهو تقريبا اللي هجوم العربي كامل يعني. نعم، احنا كنا مجهزين يعني التقرير اللي فيه اهداف اعتقد بعد العربي وفراس الخطيب، كان المفروض انه يكون التقرير الثاني، بس يا ريت مخرجنا اذا تجهزه يكون التقرير الاول ناخذه يعني مع حوارنا. هذا الفزعه العرباويه اليوم، لما نقول العربي وخيطان، اهداف فراس الخطيب مباراه العربي وخيطان، لما نقول هذه الفزعه من الجمهور العربي وهذا الروح اللي قاعد يلعب فيه النادي العربي اليوم، خلني قبل لا اسالك ناخذ هالتقرير الاهداف ونشوفه ونرجع معك. يوسف طاح بالعبه على طول، تنقطع مره ثانيه للعربي، الان المحاوله بالجول. هذا المكان يعشقه فراس الخطير، هذا المكان يعشقه فراس الخطير. مباراتين وحتى من المباريات الاربعه اللي لعبهم في تركيا، وهذه كره ملعوبه لفراس الخطيب، يعشق المكان يا جماعه، يا جماعه يعشق المكان هناك، عاشق المكان هناك فراس الخطيب، فراس الخطيب عاشق المكان في الجهه اليمنى، مره بيساره ومره بيمينه. ماذا يفعل فراس الخطيب العائد من الصين الى الكويت وتحديدا مع النادي العربي؟ فراس، هذا فراس، هذا فراس مو لاعب اخر، هذا فراس مو لاعب اخر، كلمة فراس شوية عليك. هاتريك، الهاتريك للعربي، فراس الخطيب، فراس الخطير، الخطيب، ما ادري ايش اقول عنه يا جماعة، ما ادري ايش اقول عنه يا جماعة. في الدقيقة 37، 37 الهدف الثالث. على قولت المعلق حامد كميل يقول لك فراس الخطير، خطير وهو فعلا يعني خطير. هذا المستوى القوي اللي ظهر فيه فراس، وهذا الانتعاش للنادي العربي اليوم وتصدره للدوري بعد كل هالسنوات، وحتى لما نقول بهالعمر يعني فراس شوي كبير يعني خذ معاه الوقت. شنو تفسر هالسر كابتن فارق؟ هذا مصر، هذا يسمونه الله يسلمك لاعب، مو بس انه بالملعب، لاعب عنده عقل، عارف الدوري الكويتي، عارف مستوى او دورينا، كون انا لعب فتره بالكويت وعارف كل الاشياء اللي تحط بالكويت. يمكن هو يعني ابو حمزه كوني كان يعني اهم لي علاقه فيه، يحب الديره، يحب الكويت، فمتعايش ويانا، فتشوفه كنا عادي يعني حاله حالنا. هذه الاشياء ميزه فراس. وبعدين انا اللي عجبني فراس انه يلعب بعقله قبل تكرم يعني، او قبل الكره او قبل ريله. هذا الشيء اللي يميز فراس، يعني يلعب بالعقل. يعني احيانا تحصل لاعب يوصل لعمر معين، لين نقول 35 سنه، لما يلعب ما راح تشوف عطاءه نفس ما يكون صغير، لكن وقفته او ان وجود الملعب يعرف وين يوقف، فهذا يسمونه لاعب العقل. يعني فراس لاعب يلعب عقله، قناص يعني، يقنص الكره، عارف وين يوقف عشان ياخذ الكره. قالها حامد كميل الله يذكره بالخير، قالها فراس الخطير. زين، هذا يمكن بالنسبة للعربي وتطور مستوى العربي بهالموسم، لكن أيضا السالمية اليوم لما نتكلم
السالمية كان بعيد عن التتويج السنوات اللي فاتت، لسنوات نتكلم 10 سنوات أو أكثر أغلية. ما كان بالقوة بالمستوى اللي كان متواجد فيه السالمية قبل. قبل كان السالمية يمكن مصنع المنتخب في يعني عدة سنوات. هذا التطور بعد في نادي السالمية، هل هو تطور إداري، تطور لاعبين يدد جابه نادي السالمية، ولا تغيير في 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 تكتيك الفريق والمدرب؟ نشوف سؤالك والله وايد حلو عجبني، خاصة بالأخير. شوف نادي السالمية يمكن أنا لعبت معه موسمين، رحت إعارة لنادي السالمية، الكليد نادي السالمية نادي طلع نجوم لاعبين، جاسم مهويدي، بشار عبد الله، العصفور، أسامي كبيرة، حسين الخضري، صالح بريتش، محمد، فمجموعة كبيرة من اللاعبين، الخضري، فمجموعة كبيرة كلها مثلت المنتخب. وجهة نظري واللي قاعد أشوفه إن الإنجاز الحين قاعد يسوي السالمية هذا كله شيء إداري، له فني، ما بيخص بدور الجهاز الفني، بالعكس المدرب الحالي متواجد محمد هليس من المدربين الممتازين المحليين ويعطي من قلب، انا تعاملت معه كلاعب وهو كمدرب من المدربين الممتازين، لكن اللي قاعد يصير الاشياء هذه كلها من اشياء اداريه. يمكن لا انسى دور الشيخ تركي اليوسف واحمد على الدور اللي قاعد يسويه مع النادي من جلب اللاعبين المحليين اللي مو قاعد يلعبون بانديتهم وقاعد ياخذهم بالنادي وقاعد ياخذون فرصتهم، بالاضافه الى محترفين على مستوى عالي. يابا محترفين في هالموسم يعني من افضل المحترفين يمكن كيتا. كيتا من افضل لاعبين وسط كمحترف بالكويت عندنا، يمكن اي نادي مع القادسيه قبل كيتا. وجهه نظري هو كان القادسيه لانه تدري هو لاعب وسط وشديد، شايل الفريق شيله يعني. كانت منافسه بين الكويت والقادسيه، كنا متوادين. اما كيتا هو كل شيء يعني بنادي القادسيه، فاتجه للسالميه وصار كابتن فريق اعتقد. فهذا بحد ذاته دافع كبير حق كيتا ومغطي الملعب، وجوده مبين، بالاضافه للمحترف جمعة سعيد مهاجم اللي الامانه يعني من افضل المحترفين اللي شفتهم حاليا عندنا بالكويت كفنيات كاهداف وايد ممتاز. فهذا الشيء راجع حق وجهه نظر حق اداره نادي السالميه. يعني السالميه بالتغيير الاداره واهتمام الاداره اليوم بالنادي اثر ايجابي كبير على اللاعبين مع العوامل الثانيه اللي قلتها. والحلو فيه انه يعني التعيين من الجهاز الاداري اكثر من عيال نادي السالميه المتواجدين، حسين الخضري، فهد الانصاري، حمد حربي، محمد بريتشي، هذول كلهم عيال النادي. ف يوم وقفوا على الرياضه اتجهوا للجهاز الاداري، فهذه نقطه حلوه. يعني تلقى حتى الاداري كونه ولد النادي لاعب فتره طويله تلقى روحه اقوى من اللي قاعد يلعب. يعني انت تأيد ان اللاعب في حال اعتزاله مثلا لاعب لاي نادي، القادسيه، العربي، السالميه، اي نادي، ان اذا صار هاللاعب اداري في اداره الفريق ممكن يعطي روح للفريق. اكيد يعني مو شرط انه يكون اداري، او يكون مثلا مدرب. تدري اذا انا العب من عمر بالنادي حرقتي او ان خسارتي او ان حتى بغض النظر عن الامور الماديه احيانا ما يعني ما اخذ راتب زين، عرفت، بس ان انا رابي بهالنادي، عرفت، وعارف حتى مستوياتي، عارف كل شيء يعني. وحرقتي ولما اعصب ولما هذا احس فيها يعني اكثر من اللي قاعد يلعب برا. زين كابتن فرا، يمكن انت بعد يعني ابن نادي الكويت وقضيت سنوات معاهم، شلون تشوف مستوى نادي الكويت اليوم القادسيه بالذات بعد المرحله السادسه؟ احنا لما نقول مثل ما قلنا الكويت 14 نقطه والقادسيه 13، يعني ما في فرق عن الاول والثاني اللي هم العربي والسالم الصدرين ب 15 نقطه. شلون نشوف مستواهم خصوصا ان اليوم لما نتكلم عن اخر 10-11 موسم الكويت والقادسيه يعني متناصفين الدوري والكاس والبطولات كلها، شلون نشوف مستواهم اليوم في بدايه المراحل السته؟ شوف هو كان بالسابق المنافسه لاخر 10 سنين كانت بين الكويت والقادسيه، عشان تجي الدوري ما كان لا طعم ولا كان لا حلاوه، انه محصوره بين هالناديين. حلو. الحين لما شفنا العربي داش الجهره قاعد يتقدم، مساء تكلمت عن الصيبخات شوي جدم هالسنه السادس تقريبا، قاعد نشوف السالميه تطور شوي وصل لمراحل متقدمه، هذا يعطي حلاوه حق الدوري، ما راح تعرف منو زين ومنو اللي مو زين. بالنسبه حق نادي الكويت، نادي الكويت كانت بدايته ما كانت زينه، بدايه الدوري ما كانت زينه، ما كان نادي الكويت، يمكن كل اللي يشجع عند الكويت استغرب من مستواه، بغض النظر عن ادارتنا، يمكن ادارتنا ترى احنا هذه مستقره مع انه ما تغير طويلة. يعني الجهاز ما تغير فيها شيء ولا حتى اللاعبين تقريبا ولا تغير فيها شيء ولا اللاعبين، يمكن بيضاف بس يمكن او
محترف او محترفين اللي تغيروا، لكن كجهاز اداري وجهاز اداري نادي الكويت انا اعتبره اداري محترف. شنو مشكله البدايه الكابتن؟ شوف بدايه نادي الكويت يمكن اول مباراه فاز فيها، بس بعدها قام يتذبذب مستوى. يمكن الجهاز الفني اللي موجود بقيادة طبعا عز حمادة، ما ابغى اصب حقه، مدرب كبير وتعاملت معه، لكن ما عرف شلون يتعامل مع اللاعبين. لاعبين يمكن لاعب نادي الكويت اكثر نجوم جاهزين، صح، لاعبين منتخب 7 إلى 8 لاعبين بالاضافه الى محترفين، فلاعب جاهز ما يحتاج صعوبه فيه. يمكن ما عرف شلون يتعامل معاهم، ما عرف شلون يطبق الخطه على هاللاعبين. خطوه ممتازه وفوق الممتازه طبعا حق الجنرال الجهاز الفني الحالي اللي راح يمسك ان شاء الله محمد ابراهيم، وايد استانس منها، اعتقد وايد جمهور الكويتي استانس منها، لان محمد ابراهيم مدرب على مستوى انا اعتبره مدرب محترف. اتوقع راح يغير مستوى فريق نادي الكويت، وراح تشوفه بالمباراه القادمه. اعتقد راح يلعبون تاريخ 19/10 اول لعبه، راح تشوف الفريق مغاير بشكل كبير. القلعه الصفراء ونادي القادسيه الملكي، اذا نتكلم يعني روحه الكابتن محمد ابراهيم، سعد ندى احترافه بالسعوديه، فراس الخطيب يعاني يمكن بعض الاصابات اللاعبين، ما شفنا وين القادسيه اليوم بالذات بعد هالست مراحل، هل قدم المستوى المطلوب منه وهو اليوم بالمركز الرابع؟ يعني سجلنا فرقه نقطتين على الاول، لكن مستوى القادسية متذبذب، يعني ما تشوف شنو تشوف مستوى القادسية اليوم؟ شوف انا نسيت بعد اذكر عن نقطة نادي الكويت بالمحترفين، يمكن غياب روجيرو او اعارة روجيرو حق نادي الشباب السعودي اثر على الفريق بشكل كبير. روجيرو كان نجم، كان النجم الاول نادي الكويت، ومبدع نادي الشباب السعودي، فلاعب لوزنه بالفريق. عصام جمعة كان هداف الفريق، يمكن هاللاعبين هذيل ابتعدوا لان هذيل كانوا فتره مع نادي الكويت يمكن 2 أو 3 سنين، صح، في استقرار محترفين مع الفريق مع اللاعبين، ابتعادهم اتوقع انه اثر على نادي الكويت، بالاضافه الى تغيير الجهاز الفني، هذا كله ياثر. بالنسبه حق نادي القادسيه مو القادسيه الامانه، لا يزعم مني القدساويه، بس مو القادسيه اللي نعرفه بمستوى بالمتعه اللي نشوفها. يمكن حتى الجمهور قاعد يقل، جمهور القادسيه ما قام يحضر لانه ماكو مستوى، بغض النظر باجتهادات فرديه، يعني يمكن من بدر، من سيف الحشان، بدر مطوع، صالح الشيخ، في اجتهادات فرديه، لكن كطموح وكمحترفين انا اشوف عادي. صحيح انه يمكن المهاجم المحترف بنادي القادسيه قاعد يسجل اهداف، لكن القادسيه ممكن يبقى افضل من كذي. المحترفين بنادي القادسية انا شايفهم عاديين جدا. يعني روحة مساعد اثرت بعد، مساعد ندى، حسين فاضل، هذا كله استقرار. يمكن مساعد له ثقل كبير كمدافع، حسين فاضل ايضا كمدافع، ابتعادهم وعدم وجودهم اتوقع انه اثر على نادي القادسية. نعم، احنا بعد يعني نقول خطاك السوء الحمد لله على السلامه الكابتن خالد الشمري، هم بعد كان المفروض يكون معانا اليوم، لكن شوي الحرارة مرتفعة وتغيير الجو اليوم طاح براسي اليوم على الجميع أمانة، يعني ما أعرف واحد إلا مريض اليوم، قطها براسي هو طاحت براسي لا عفوا عليك، ما أشوف شر إن شاء الله حتى أنا، لكن شو نسوي بعد، إحنا عندنا برنامج ولازم حتى مع الكحة تحملوا كحتي كل شوي. عندنا فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نتواصل مشاهدينا، خليكم معنا. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل نستكمل حوارنا، واليوم احنا نتكلم عن الدوري الكويتي. كابتن فرج اليوم بصراحة يمكن أخذنا شوي تكلمنا عن مستويات الفرق، لكن إذا نبي اليوم حضور الجمهور الكويتي للمباريات، اهتمامه بالمباريات، ما نبي حتى يعني نقيس بس الحضور في الملعب، حتى اهتمام اليوم الدواوين اللي تشوفه وتحسه بالجمهور الكويتي، في اهتمام اليوم بالدوري مثل السنوات اللي طافت، ولا اليوم في عزوف حتى عن الكلام عن الدوري الكويتي؟ والله شوف للاسف يعني هذا اللي قاعد يحصل، يعني مو قاعد نشوف انه
في متابعين وايد يعني يمكن تصدف مرات يمكن من امشي ولا شيء اصادف احد يسلم علي فكذا شلونك ما شلونك وكذي انا ترى ما قمت اتابع الرياضه من ايامكم ايام التسعينات او اخر التسعينات كان في تسمع الكلام هذا اسمع هالكلام فيحز بالخاطر يعني مهما يعني عندنا مواهب عندنا مستويات لكن الجمهور مو قاعد يحضر انه حتى الجمهور نفسه مو قاعد يشوف يعني في راحة له لما يحضر يعني تكرم لا حمامات زينة لا مدرجات زينة لا أشياء يقدر إنه يخليه حضر المباراة فيمكن هالأشياء هذه كلها حتى لو متابع بالبيت اليوم مستويات الدوري صار الجمهور حتى ما يتابع ما صار لا لأنه ما كان في تنافس عرفت يعني بالنهاية عارفين بالنهاية راح يكون النهائي بين الكويت والغازية فش حقه راح يتابع الحين صارت يمكن آخر 10 سنين أي واحد سأل أي بالنهاية يا الغازية الكويت راح يأخذ الدوري لكن لما نشوف مثلا السالمية داش طرف العربي داش طرف كاظمة داش طرف الجهرة داش طرف هني راح يصير في حلاوة حق الدوري يعني تلقى يمكن في جمهور حق الجهراوية يمكن لما تروح مباراة على ملعب الجهرة قاعد أشوف في جمهور لكن إذا الجهرة قاعد يستمر على هالمستوى هذا راح يزيد راح تشوف في متابعين وايد هذه الأشياء اللي يعني حسب ارتفاع مستوى الفرق تلاقي الجمهور يتابع شوف نزل المستوى ابتعد الجمهور شوي عنهم إيه شلون إذا ارتفع مستوى الفرق باللعب والمنافسة شوف إن الجمهور يتواصل يعني أكيد ويزيد إذا 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 شفت مستوى وشفت أداء وشفت حتى الجمهور نفسه بحضوره راح تشوف مثلاً دعايات في إعلانات في أشياء نفس اللي قاعد نشوفها برا يعني ما بقول برا بأوروبا أو كذا بس بالخليج عندنا لما تطلع برا تشوف مثلاً ثنائي اللاعبين تشوف مثلاً ميداليات تشوف كذا جناط ما جناط كور ما كور حق شعار النادي حصل في جمهور في إقبال يعني في إقبال راح يحضر لكن ما شفت شيء وعصير مقطوط أشياء مو توازن فش حق حضران أقعد أشوف في البيت يمكن ما تابع نتطرق بعد شوي الموضوع حتى المنشآت الرياضية وأثرها على نفوس الجمهور والناس لكن خلينا نتكلم عن دامنا كيف تبعد طاري الدوري الأوروبي اليوم الدوري الأوروبي طاغي على مستوى العالم لما نتكلم عن الدوري الإسباني الإنجليزي حتى الألماني هل هذه الدوريات بعد اليوم ومتابعة الناس وشغف الناس باللاعبين الكبار العالميين وهذه الدوريات القوية هم بعد أثرت شوي بعدة الجمهور عن الدوري المحلي؟ وايد مو شوية يعني أنا بعطيك مثال يعني نهائي عندنا كويت وغاتسي عرفت كويت وغاتسي يعني نهائي وبيحضروا يعني مباراة قوية وكذا ونفس اليوم في مباراة مثلا ريال مدريد نعم مو شرط ريال مدريد برشلونة ككلاسيكو يعني تكون ريال مدريد مع أي فريق ما يتابعون الكويت والغاتسي يتابعون ريال مدريد حتى لو مع ملقا أي فريق لو مع أي فريق لأن في 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 مستوى لعب في أداء في تحليل فني تشوف اللعب تشوف المستويات في لاعبين أنت تحبهم قاعد تشوف فريق مثلا مدريد تشوف كريستيانو من يلعب تشوف بيل فهذا كل الأشياء تأثر هذا فقدناه يمكن حتى بالسابق يعني يمكن بالسابق لما في أندية صغيرة مع احترامها مثلاً لما تقول مثلاً ما بقول صغيرة بنقول نادي السالمية مثلاً من موجود مع السالمية بشار عبد الله جاسم هوادي زين في ناس تحب جاسم تحب بشار فتحصل جمهور يروح عشان جاسم وبشار لكن للأمانة بالوضع اللي احنا فيه الحين ما عندنا يعني صار قلة بالنجوم يمكن تحصل مثلا بدر مطوع تحصل مثلا سيف الحشان توا بارز وليد علي فهد عوض قله بالنجوم فهمت قصدي فما تحصل الجمهور اللي يحب اللاعب نفسه عشان احضر له فهذه كلها امور تاثر هم بعد يمكن انا قلت ناخذ موضوع المنشآت الرياضيه شوي ان شاء الله بالمره هل المنشآت اليوم يعني عدم وجود منشآت اليوم الجمهور يمكن الكويتي مو بس الجمهور حتى اللاعب يطالع حواليه يعني ما نبي نبعد احنا بعيد على الكامب نو على الملاعب الاوروبيه استاد الامارات وغيره على المستوى الخليجي لما نشوف الملاعب الكبيره والمجهزه باحدث الاجهزه وهذه التحف الرياضيه الفنيه اللي قاعد تنبني اليوم واحنا الى اليوم لو نجيب فريق من اعرق فرق العالم يعني مع كل احترام نستضيفه على ملعب نادي الكويت او نادي القادسيه او ما هي حتى مهيئه بالمستوى يعني العالمي اللي تستضيف فيه فرق عالميه هل هذا هم بعد اثر اليوم على نفسيات الناس
والله شوف انت جبتها صح يعني، لان المنشآت مهمه. صار مره عندنا مباراه مثال، صار عندنا مباراه على ملعب نادي فحيحيل، تخيل الغرفه، لان المباراه كانت مبكر لان الكشافات شوي ضاعتها مو قويه، فيخونها شوي مبكر على الاربع وكذا. حلو. الغرفه طبعا كيربي نادي فحيحيل في مدرج، انا اعتقد انه اذكر ما كان في مدرج، لا بس لا خشب يعني، مستحيل تقعد فيه 90 دقيقه زين. تتعب او ساعه ونص تتعب. كيربي، غرفه اللاعبين كيربي، غرفه اللاعبين كيربي زين، عرفت، ومكيف بعد، مو 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 وحده القديم الجنرال القديم واللي ما ننام الا عليها صوت، عرفت كذي. وثلاجه وتكرم حمام، اذا راح اذا واحد راح انطر هذا متى، هذا متى عندك فوق 22 لاعب قاعدين. ف شيء 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 غريب. المنشأة مهمه يعني، حتى ارضيه الملعب، ارضيه الملعب هي نفسها. لما اروح لما نروح نلعب بالخليج، عندنا مباراه بدول الخليج مثلا بالامارات، قبل المباراه تونا واصلين الملعب يا اخي، انت لما وانت رايح بالباص بتشوف منظر الملعب نفسه، انت من داخلك يك شعور غير طبيعي. منظر الملعب من برا اي، المدرب يقولنا خمس دقائق واشرح لكم، اللاعبين كلهم داخل الملعب تخيل. يروحون اللي طالع، اللي طالع المدرج، اللي طالع الاشياء الحلوه حسره بالقلب. اي يا اخي شيء شيء مو طبيعي يعني قاعد يصير. لما تشوف عندنا هني لا متواجد هالشيء، هذه ملعب تلعب تخاف، ايدك على قلبك تخاف التعور. ملاعبنا ارضيتنا مو مضبوطه، ثيل ما لا 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 لا, لا, لا يرشوا الماء. اي يعني حتى رشه الماء قبل المباراه مهمه. حلو. ارض ناشفه عرفت، يعني تلعب وانت خايف للامانه، والله نسخن احنا خايفين. وايد حصلت عندنا هني ناس بالتسخين يتعور. ف شلون تبي يعني الشيء هذا متواجد، شلون تبي تحضر جمهور يحضر؟ ما راح يحضر لك جمهور كذي. فهذه الاشياء كلها تاثر. يعني يمكن احنا نقول هالكلام مو حسد لحد ولا شيء، لكن شيء بقلوبنا نتمنى يعني ان نشوف. انا اتمنى يعني شوف الرياضه الكويتيه يعني، هذه منيه مو منيه يعني، كان مقترح اقترحوا يمكن لاعبين كبار اكثر مني يعني، مثال محمد كرم، مثال يوسف سويد، يعني كل منطقه يكون فيها ملعب او استاذ يشيل تقريبا 5000 شخص زين. كل منطقه ترى الجمهور مستحيل راح يترسل لك الملعب كله، صعبه ما يترسل الملعب الا مباراه يعني، الا مباراه حساسه هذا ممكن توديها على استاذ اكبر يشيل 25000 صح. لكن كل منطقه لو فيها استاذ تشيل حق 5000 شخص، اتوقع انه وايد زينه، وايد وفرت حق الجمهور نفسه يعني، اقعد مرتاح ولا اني ما احضر مباراه. نعم. هذا اللي نتمناه يعني، هذا اقتراح يعني. حلو الاقتراح. حتى يمكن اليوم لما نتكلم عن الملاعب المنطقه، يمكن الهيئه العامه للشباب الرياضه مو مقصرين، عندهم ملاعب مراكز الشباب، بس هم بعد نبي تفعيل لها ولدورها. والله شوف يعني اشكر فيها الشيخ طبعا احمد المنصور رئيس هيئه الشباب الرياضه على جهوده للامانه، يمكن يشكر طبعا انه قاعد يسوي اشياء فوق طاقته، بس انه يحتاج هم دعم ويحتاج هم مساعده يبون يعني. اي يعني ما قصر الامانه، بس يبون ميزانيات مفتوحه، يقول له هذه ميزانيه وروح ابيك تبني لك 10 ملاعب، وده يسوي وده كذا، بس تدري هذه الامكانيه متواجده عندنا بالهيئه، ونتمنى يكون في يعني دائما احنا نقولها، نتمنى الحكومه هي بعد هم تساعد الرياضه، لان الرياضه الحين صارت مو صار معلم، في ناس وصلت من طريق عن طريق الرياضه، فالرياضه الحين صارت شيء مو سهل يعني، مو طنباخيه ناس ما تقبل، عرفت ان طق كره والعب، لا صارت فيها احتراف، فيها عمل، فيها شغل، فنتمنى انه واحنا بعد ما شاء الله تبارك الرحمن من ايام على قولتك طنباخيه وطق كره والعب، واحنا متسيدين اسيا بعد، شوف الحين وين وصلنا. اي لكن دام بعد همينا لهالنقطه هذه، خلينا نتكلم عن المستوى اليوم، مستويات الفرق ومفرزاتها للمنتخب، المنتخب الوطني اليوم، منتخب الكويت اذا نحسب من سنه من بعد الغزو يعني من بعد 90 الى اليوم 2014، يمكن الانجازات عندنا كاس الخليج 96 98 و2010 ما في انجازات يعني ملموسه، يمكن غرب اسيا مره او مرتين. هذه المفرزات اليوم اللي من فتره لفتره، قبل كنا على طول منتخبنا يسخر بالنجوم شغال، ما في يعني ما تتعب، طالع
الاحتياط تخترع اصلا، تقول هذا احتياط على اللي يلعب منه. وين هالنجوم هذول اليوم؟ ليش مو قاعد نشوف نجوم مميزين بالكره الكويتيه؟ في بعض الاسماء، لكن وين المستوى القوي للكويت المؤثر في المنطقه بالخليج وعلى المستوى الاسيوي؟ هذا اللي تحكيت عنه مساء، قلت لك ما في نجوم عشان تشيل الجمهور مو قاعد يحضر. شوف يمكن هذه الاسباب ليش؟ شوف الاسباب، السبب اللي صار عندنا هنا عدم وجود النجوم لانه صار عندنا دوري رديف. نعم. الدوري الرديف هذا يمكن احنا او مو ما بقول احنا، اللي قبلنا كل واحد لعب فريق مع الفريق الاول عمره يمكن 16 17 سنه، تشوفه لاعب مثل منتخب او مثل النادي وهو عمره 17 سنه. لما تدش هالجيل هذا المتواجد الحين او ان الرديف تلقى يلعب فريق اول عمره 24 25، هذا اعتقد ان عمر، ما بقول خلاص لا بالعكس هذا احلى عمر، لكن لما العب انا عمري 17 سنه مع الفريق الاول قاعد ابني نفسي شوي شوي، عرفت مني ممكن نجومتي تطلع. لكن لما اكون بارز وانا عمري 25 سنه، نفس مثلا بعطيك مثال، نفس سيف الحشان زين لاعب القادسيه، لاعب القادسيه طول عمره كان بالرديف، تخيل هداف الرديف لمده 3 سنين او 4 سنين وهو هداف الرديف، ليش ما يصعد؟ هذا متى صعد؟ من سنتين احنا سمعنا سيف الحشان، هذه السنتين كم عمره سيف الحشان؟ 24 سنه. معقوله بروز لاعب عمره 24 سنه؟ لو كان من عمره 19 18، شوفوا شلون هذه الاشياء اللي وخرت النجوم، ما قامت تشوف في نجم. ما في نجم يبرز عمره 25 سنه. لا. يمكن تحصل واحد او اثنين تلقى انه مختفي مو مبين، لكن النجم يطلع وهو صغير. صح 16 17 تلاقيه بين. اي يعني الكل، يعني كلنا برزنا عمرنا صغار. صح. تلقى من تدرج لما وصلت فريق اول وانا صغير، لعبت مع الاكبر مني وانا عمري 17 سنه. يمكن انا من اللاعبين اللي لحقت على ويد نصار. صح. ما شاء الله لاعب كبير وقدير، ويد 10 وليدي 10 ويد 10 وانا كان عمري 16 17 سنه. صح. واتمرن معاه، هالشيء هذا كله ياثر لما نشوف لاعب صغير يتمرن مع لاعب كبير، يعطيك دافع، يعطيك طموح، والله باكر بحضر تمرين، باكر يتمرن معي ويد نصار، باكر يتمرن معي مثلا سيم اللاعبين، فهذه الاشياء تاثر. مخرجنا يا ريت تعطينا مباراه اعتقد القادسيه والسالميه، مباراه كانت ناريه قويه، انتهت 3-2 حق السالميه، 5 اهداف اعتقد، اي 3-2 انتهت السالميه، اي 3-2 في 5 اهداف، ممتاز مباراه حلوه. جاهز مخرجنا؟ زين على ما يجهز. مستوياتنا حتى لما نتكلم، انا لما اقول لك مثلا انا تابعت سيدني 2000، مستوى المنتخب سيدني 2000 كان قمه وروعه، ويمكن من ابرز اللاعبين كان فيهم فرج لهيب ايامها، ونذكر ايام الاهداف وكل هدف تعطي العرضه معاه وتروح، كان اجواء جميله جدا امانه ما تنسي. هذه الاجواء اللي نتكلم عنها اليوم، هذه اللمعه البسيطه اللي مرت بال2000 وتختفي، تروح 7-8 سنوات يطلع لك منتخب يشيل مثلا كاس الخليج، خليجي 20، اخذ خليجي 20، نام المنتخب، ما ندري عاد الحين، للحين هو نايم، ما ندري متى راح يصحى. خلينا نشوف بس المباراه ونرجع لحوارنا مع الكابتن. دفاع مع نادي الساميه، بدران يلعب كره عاليه، الراس وين؟ الراس وين؟ لكن سيف خطير الكره، سيف الحشان يعني عازف للمزيكا كما يقولون اخواننا في مصر. هذه محاوله خطيره مع السالميه، الهدف ياتي، يا فيصل التعادل للسالميه، يا سلام يا سلام، السالميه نعود من بعيد، حاول قد سيف ان ياتي بالفارق الثاني والهدف الثاني، يحاول يلعب له كره عاليه لسيف الحشان، استلام بشكل ممتاز، ترويض رائع للكره، سيف يسدد، لا 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 لا، يا سيف يا سيف قتلتني يا سيف، قتلتني وعدت قتلي يا سيف، لسان حال خالد الرشيدي. عيد يا المخرج عيد، شوف الاستلام، شوف التقدم، شوف الترويض للكره، شوف بدر السماج في التنفيذ، بدر يلعب كره عاليه خطيره بالراس، اوه الهاجري ياتي بالهدف،
التعادل للسلماوي، التعادل للسماوي، التعادل للرهيب، 2-2. مباراة رائعة، مباراة ممتاز. قرارات صائبة في المباراة في الشوط الأول. هنا جمعة سعيد خطير، جمعة سعيد، يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله. كانت من المباريات النارية بالدوري بالمرحلة، أعتقد يمكن المرحلة الثالثة أو الرابعة، بس غريب. السالمية بدع أمانة يعني، وقدر أنه يتفوق على القادسية في هذه المباراة بثلاث أهداف مقابل هدفين. رحب فيك كابتن مالك القلاف، مساك الله بالخير. تأخرت علينا وايد لكن احنا بكل الأحوال كنا ناطرينك يعني. مساك الله بالنور، وأنا أول شيء متشرف بهالقناة ومتشرف بزميلي يمكن فرج لهيب، ما شاء الله أنا أكبر منه بس لازم أقول يعني زميلي اللي لحقت عليه ما شاء الله، هو لاعب وهو صغير بالسن. يمكن أنا صحيح إني تأخرت، يمكن أنا التمست العذر حق الإخوان لأن أنا بعد يعني دشيت على الأوردر شوي متأخر، بس إن شاء الله فرج كان فيه الخير. أدري إنه شوية تعب بس إن شاء الله أكمل عدل. والله خلنا يمكن أنا أخذت وايد، تكلمنا عن مستوى الفرق بالدوري بالذات لما نتكلم عن 2014-2015 الدوري بعد المرحلة السادسة. قراءتك السريعة لمستويات الفرق اليوم لما نتكلم، السالمية والمركز الأول هو العربي ب 15 نقطة، الثالث أو الثاني الكويت بعد القادسية، والجهرة وراء الفرق الباقي، شلون شو مستوى الفرق؟ شوف هو يعني هما الثلاث فرق اللي هما العربي السالمية الجهرة. الجهرة يعتبر بين هالثلاثة هو الوحيد اللي محافظ على نفسه يعني نفس ستايله من السنتين اللي فاتوا من المدربين، هاي السنة الثالثة قاعد يمشي على نفس الرتم. حلو. يعني أنا ما أقول بصعود لكن مو بهبوط. حلو. يعني محافظ على مستوى أنه قاعد ينافس ونفس المشكلة موجودة عنده، وبالذات يمكن ويا فريق القادسية، وشفنا مباراته الأخيرة مطرود لاعب من القادسية ما عرف شلون يتفوق، وكانت النتيجة 0-0، يفترض أن الأفضلية تكون حق نادي الجهرة. في لغز محير تعاملهم بالمباريات ببعض المباريات، لكن بشكل عام تلقى فريق منافس. بس خسر من القادسية كنا، وهذه هي يعني أقول لك رقم طرد اللي موجود بنادي القادسية بهالمباراة وصفر صفر، كان المفروض إنه يكون عندهم يعني التعامل الجيد بهالمباريات إنه يأخذون، لأن لو كان فايز بهالمباراة كان قفز قفزة ويا الصدارة. الملفت للنظر هم السالمية والعرب. زين. الملفت للنظر هم السالمية والعرب. لو نطالع ترتيب نادي السالمية الموسم اللي فات، لو نرجع حق العربي بالسنتين اللي فاتوا، الثلاث سنوات اللي فاتوا وهذه السنة الرابعة، اليوم النقلة النوعية الفريقين صعدوا إلى القمة. تكلمنا عن فراس قبل شوي، فراس ساهم صراحة. شوف فراس له خبرة التعامل بدور الكرة. فراس يمكن ما هو سرعة قبل، ما هو الخفة اللي موجودة، لكن يبقى عنده حس التهديفي. يعني بمعنى أصح بالأماكن الخطرة ممكن يخلص لك المباراة. يلعب عدوى. إيه يعني أنت مو يعني المجهود. مو مجهود فراس السابق، هذه معلومه يجب ان يعني انا اتكلم فيها في السابق، يعني انا ما قاعد اتكلم فيها حال بالحال، لكن يبقى فراس اليوم العنصر اللي من نصف فرصه ممكن يسجل لك هدف، لكن لا تعول عليه بمباراه. وانا قلت هالكلام، قلت لعبه السالميه راح يكون اختبار حقيقي للنادي العربي ولفراس الخطيب. يبقى ان فراس الخطيب قدر انه يستغل بخبرته اي، وقدر انه يسجل له هدف بخبرته، لكن في 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 ادوات داخل الملعب هي اللي لها ادوار. حتى الادوات الاداريه بالنسبه للنادي العربي، ما اتكلم عن الاداريه كثر ما اتكلم عنها فنيه. اليوم فنية. العربي تفوق فني. حلو. المدرب كان مدرب نادي الجهرة وعنده العقليه وعرف شلون انه يتعامل. مو معناته ان 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 ما عنده اخطاء، لا عنده اخطاء، عنده اخطاء، واخطاء يعني بينت بلعبه السالميه بشكل واضح. يعني كيفيه التعامل بلعبه، قدر يصلح المسار ويا لعبه النصر وياخذ بنتيجه كبيره 4-1. واي مدرب ترى على فكره باي مجال، حتى بمجال تقديم البرامج حضرتك انت موجود، لازم تكون عندنا هفوه باي مجال. فالزين ان انا اصلح الغلط، انه هو قدر انه يتدارك اخطاء اللي موجوده بلعبه السالميه ويرد رد قوي ويفوز بنتيجه عاليه بنتيجه 4-1. يعني نتيجه جدا جدا يعني كانت رده الروح حق جمهور النادي العربي وحتى حق الجهاز الاداري والفني. الميزه اللي تحسب للاداره اجتماعهم مع المدرب بعد خسارتهم مع السالميه مباشره. حلو. يعني احنا يمكن هم بعد تكلمنا ان اليوم لما نقول باسبانيا كان ريال مدريد وبرشلونه
يعني كان محسوم الدوري الاسباني لسنوات، 5 سنوات تقريبا، الدوري والكاس محسوم ريال مدريد وبرشلونه بالكويت 10 سنوات. هذا راح يصير هالسنه. 10 سنوات احنا بالكويت كنا القادسيه والكويت، يعني محسوم الموضوع، دوري كاس كاس بالعهد كله. فاليوم دخول السالميه ودخول العربي يعني، وحتى الجهره بعد كمنافس نحس انه شوي عطى طعم للدوري وروح جديده يحس فيها المشاهد والمتابع. خل نروح لي اذا نتكلم عن الاحتراف اليوم، هل اليوم بعد هذه السنوات اللي مضت باحتراف جزئي عندنا لاعبين يعانون ينطرون الاحتراف الكامل، وهل الاحتراف الكامل راح يكون فعلا فاتحه خير للكره الكويتيه لافضل من هالمستوى اللي احنا فيه؟ لكن بعد ما ناخذ بريك راح نرجع وياكم، بريك وراجع. فيصل سعيد أخو ضاري سعيد، أخو ضاري سعيد راح يستغل الظاهر، راح يستغل يخفف العب عليه، فراح يشكل خطورة بالهجوم، وهذه كرة هو الجول. دانييل، قلت لك إن القادسية راح يحاول يضغط الآن لأنه يلعب الكرات الطويلة، وهذه أول كرة طويلة وسجل منها دانييل بكل ذكاء وبكل احترافية بالشمال. يقول هذه التلفونات بايدي، ما ادري تلفونات موبايل ماني عارف انا. يتقدم بدر سريع الكره لصالح فريق القادسيه، وهجمه ممكن اذا قطع لها اي لاعب ممكن يسجل. ريح وارتاح، ريح وارتاح بدر المفتاح، سلام عليك مفتاح اللعب. مشعان الى فهد الانصاري، صالح الشيخ، هجمه اخيره للقادسيه، معقوله ينهيها ثلاثه؟ معقوله، ليش مو معقوله؟ معقوله ليش مو؟ كانت هذه أهداف مباراة الجهرة والقادسية اللي تكلم عنها كابتن مالك قبل شوي، 3-0، مع أنه كان فريق القادسية بعشر لاعبين وكان مستوى الجهرة قوي، لكن شلون خسروا بهالنتيجة والفريق اللي قدام بعشر لاعبين هم بعد شيء مستغرب. كنا نتكلم عن موضوع الاحتراف كابتن فرج قبل شوف قبل الفاصل. شوف أول شيء هذا محتراف جزئي، هذا ما اعتبر احتراف، مكافأة حتى ما يعتبر جزئي، يعني ما يعتبر جزئي، لان انا يمكن ما ادري مالك شهر شهور ما انا كنت متواجد يوم الاحتراف الجزئي هذا يعني تطبق علي. كل 3 شهور تستلم 1200 زين، عرفت بالنهايه يعني بعد 3 شهور طبعا معانا على ما ينزل على ما يوصل الكشف حق الهيئه ودنيا وخصم ما خصم انذار تاخير بالنهايه صافي لك 800 دينار كل 3 شهور، كل 3 شهور 400، كل شهر 400 حسب بعد 3 شهور 1200 ما راح تنزلك بعد 3 شهور بالضبط. حلو. بعد 6 أشهر عرفت زين، والخصم ما خصم ودنيا وما دنيا وهالدنيا، المهم يصفى لك كلها 800 دينار. طبعا اللي توب توب هذا 1000 دينار، هذا اللي ملتزم كله، هذا اللي ملتزم حده. ليش 1000 دينار؟ او في انديه ممكن ينزل كامل. ليش تعذيب هذا يعني ولا مو سافة تعذيب يعني؟ انا ماني شايف ان هذه هذا احتراف تعذيب. لا شوف ممكن احنا طبقناها، يمكن نادي الكويت طبقها الاحتراف الجزئي، اول نادي طبقنا الاحتراف الجزئي، بس في اصول معينه يعني، يعني يمكن بالشهر 150 دينار عرفت، كل ما تفوز لعبه يزيد المبلغ وياك، تخسر اللعبه ترد كما كنت، ترجع مثل ما كنت. حلو. كل ما تزيد ممكن يوصل معك يمكن بالاسبوع 3 مباريات انت محصل لك ب 400-500 دينار، خسارة ترجع ل 150. فكرة كفكرة يعني، ونجحت معانا، ويمكن بداية نادي الكويت يعني بداية تطور نادي الكويت كان طبعا رئيس مجلس الأمة أبو علي مزوغ غانم. حلو. تعامل معانا بهالنظام كمحترفين، واحنا لاعبين هواة فحبيناها، وشفت الفريق شلون في حافز، عطى دعم، عطى حافز كبير. بس هذا انا ما اعتبره يعني، نتمنى الحين الاحتراف الكلي
نتمنى انه يطبق. كابتن مالك، كابتن مالك لحقت على الاحتراف الجزئي؟ لا، على المكافأة مالك بس. ولا على المكافأة؟ كلامه صح. لا ما لحق. لا شوف، يمكن انا كنت مبطل خالص. نادي فحيحيل عرضوا علي بطلب، الله يذكره بالخير، وليد الفليت رئيس نادي فحيحيل بذاك الوقت، وطلب مني هالطلب البسيط. اعتقد انا كملت وياهم الموسم هذا، كان توها يعني شغاله، هذه الشغله هذه موجوده، بس ما كنت انا حريص فيها الامانه، لان كان بيني وبينه عقد، فما كنت انظر حق هذا المنظور يعني الامانه، يعني ما عشته، لكن شفته بعيني مثل ما قال كابتن فرج. اليوم انت لما تتكلم عن 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 عن, عن احتراف جزئي، كذبه احنا قاعد نكذبها وقاعد نعيشها. ليش كذبه؟ لان احنا يعني مطبقه، يقول لك ثلاث اشهر، حتى لو انك تاخذ مبلغ بسيط، لكن لا خليني اتكلم. احنا يمكن خلينا نجيبها بهالطريقه شوي، خلينا نعطيها نوع من الدعابه. مرات يقولون حق المره طلع حملت كاذب، طلعت معاذ وفجاه بالضبط طلع حملت كاذب. اوكي، انا ليش اقول هذا المسمى؟ عفوا، ان شاء الله ما حد محتاجها شيء. انا ماني محتاج اني انا احس اني كني انا اطر، هم كذي يوصلونك. انت تسال انا المفروض هذا المبلغ، انت اذا تتكلم عن قانون مثل ما قال الفرق، نادي الكويت لما طبقها مطبقينها الاخوان بالسعوديه وبالامارات، نظام تصاعدي، تخسر ترجع كمان، لان انا عشت بنادي الرائد واحترفت فيها. يبدون ويانا من 1000 ريال، فزت اللعبه اللي وراها 2000 ريال، فزت الثالثه 4 تندبل، وصلت 4 تصير 8. هذا القانون طبقوه، خسرت ترد لل 1000 بالضبط. وهاي الاخوان اللي شرحها تو كابتن فراي هو الصحيح. اليوم انا اسالك سؤال، ليش كل 3 شهور انت تعطيني 1200؟ هذا السؤال اول شيء. ليش انطر اول شيء 3 شهور عشان تنزل لي 1000؟ انا مو راتبي كل شهر 400، نزل 400. ليش مو كل شهر؟ هذا واحد. هذا واحد. الثلاث شهور هذه لما تيجي توصل 3 شهور، انت احسب وياها شهر او شهرين زياده عشان ينزلوا لك ما 3 شهور. لا، ومرات ينزل لك مال شهر، ومرات ينزل لك مال شهرين، ومرات انت وحظك ثلاثه. لكن 95% من عدد اللاعبين يستحيل ياخذون كامل. من مسؤول عن هالتاخير وهاللخبطه اللي صايره؟ انا ايش قاعد اقول لك؟ ليش اقول لك كذبه؟ كذبناها وعشناها. الراس الرئيسي هو الهيئه. زين، هي الهيئة العامة للشباب والرياضة. الهيئة العامة للرياضة تقول لك والله أنا أتعامل على 1 2 3، عندكم أنتم مشاكل يا النادي الفلاني، أنت ما قاعد تدزلي. زين، ترى على فكرة اليوم وبهالموسم تم التفعيل. أنا كل الشكر حق السيد جاسم الهويدي، كل الشكر له. أنا أقول كل الشكر له، لأنه حاول إنه يجتهد. إيش قال؟ قال لك اليوم تعال عطني تعهدات أنت يا النادي عشان أنزل لك الإعانة مالتك أنت كنادي، مو كمال الاحتراف. لا، أنزل لك الإعانة الخاصة بالنادي، لازم توقع على تعهدات. شو تقول؟ تقول لك والله أنت يا فرج لهيب، أبي حسابه، أبي أي بنك هو موجود فيه، وصورة بطاقته المدنية. زين، هذا منه للهيئه، ما له شغل النادي. وهذا الصح، هذا راح يفرق معاك انت من بحسابي. هذا الحين تم تفعيله الحين، هذا تو. اي بالضبط، يعني كل الفتره اللي طافت كانت المعاناه مثل ما قال الكابتن، مثل ما قلت انت. اعطيك اقوى بعد، ترى هي بالاصل فري اعتقد هي 500، ترى بالاصل الحين يمكن صارت 500. لا هي قبل 500، 100 قالوا لك حق التحفيز، ال 100 هذه حق اللاعب، وينها؟ السؤال كل هالسنوات هذه اي وينها؟ حق جميع اللاعبين. اي طبعا، قاعد يقول لك حق معسكر، قاعد اصعد لاعبين من تحت. انا مالي ذنب، انا لي 500. عشان كذي طلع القرار اليوم مو 400، 500. لا، الحين حولوهم الى 3 فئات. زين، لاعب المنتخب عنده خبره ياخذ المبلغ الفلاني اكثر، لاعب النادي ياخذ كذا، تمام، عنده خبره ويلعب بالمنتخب عنده خبره اكثر، واللاعب النادي اللي ما يلعب بالمنتخب. 3 فئات، انا معاها، انا مع هذا التصرف. بس انا لو انا اني اعرف ان كل شهر قاعد استلم 250 300 دينار، زين، ولا انا تعيشني فيلم انا ما ادري. طبعا انا يمكن فرجي ياكد كلامي اذا انا غلطان. اذا راح عليك الموسم انتهى وباقي لك بعض الفلوس، انساها راحت. زين، اليوم احنا بهالاحتراف الجزئي اللي تكلمنا عنه، بهالمعاناة، المشاكل اللي يعاني منها اللاعب الكويتي اليوم على مستوى الدوري والكاس وحتى على مستوى المنتخب، اليوم احنا قاعد نلعب في كاس الاتحاد الاسيوي، حتى ما دشينا في دوري ابطال اسيا اللي هو للكويت. انا اعتبر راي شخصي ان الكويت من احق الدول انها تدش اوائل دوري الدول أبطال اللي كانت اسيا، لانها من اوائل الفرق واقوى الفرق اللي موجوده. ومن يعني مهما تكلمنا عن مستوى الكويت وفرق الكويت والمنتخب ما راح نعطيه حقه. اليوم هل احنا فعلا نستحق هالمستوى في كاس الاتحاد الاسيوي، ولا كلعب وفنيات يستاهل الفرق الكويتيه انها تلعب في دوري ابطال اسيا؟ والله شوف،
يعني ممكن تنافس تأدي مستوى يعني قوي. انت دخلتنا الحين على البطولات كاس الاتحاد الاسيوي وابطال اسيا، يبي لنا حلقه كامله. شوف يعني انا بعطيك باختصار عاد يكمل كابتن مالك. شوف في وايد دول او وايد يعني من الفرق الخليجيه يقولون وين الكويت او وين الفرق الكويتيه على المستوى اللي احنا قاعد نقدمه. يعني الميزه الحلوه بلاعبيننا مالك الحين شنو معروف انه موهبه صح، اللي فينا موهبه ولا هذه ولاد الكويت معروفه. فيعني حتى لو نشارك بكاس اتحاد اسيوي نشارك بابطال ممكن نوصل، وصار السنه من السنين وصلنا القاسيه وصل لي قبل النهائي صح. يعني شيء مو 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 بعيد عنه، وقاعد ننافس فرق كبيره مع ان احنا لاعبين هواة صح. فهذا ما يمنع ان اقدر اشارك. فامور وايد لازم تتعدل، في احصائيه لازم يسوونها. ف يعني منظومه كبيره معقده. هي اللي يتكلم في فرعي شنو هي؟ احنا مستوانا مستوى يعني مع كل احترام للفرق اللي موجوده في كاس الاتحاد الاسيوي إيه؟ من ماليزيا ومن تايلاند وغيره. احنا مو الاولى كفنيات. حتى اليوم لما نتكلم عن المستوى احنا مستوى يمكن الدوري مو بالقوه. انا قلت لك على الفنيات، قلت لك هذا خلى على جنب، ما تستحق تلعب في دوري الأبطال. شوف كفنيات انا قلت لك خلى على جنب، لان احنا قادرين نوصل مع اي فريق، ممكن يعني نجاب اي فريق. هذه خلى كفنيات وكمستوى، لكن الامور الثانيه صح لازم تطبق. الثانيه اللي هي الاحتراف، يعني مو بس الاحتراف، هو ان انت تكون لك لاحقيه بالمستوى. وايد في مستويات اقل من مستوى الفرق الكويتيه قاعد تشارك بالابطال اسيا، ترى الفرق اللي بينك وبينهم من غير لا اسمي اي فرق ولا اي دوله كلهم كل احترام طبعا، لان بالعكس هم يعتبرون افضل منا من اي ناحيه. من ناحيه الشروط الشروط شنو؟ ترى على فكره انت الحين عفوا بالكلمه، انا عندي فندق نجمه نجمتين ثلاث اربع خمس زين، التصنيف على الخمس نجوم زين. اليوم دوري ابطال اسيا كذي تصنيفك لازم توصل الى خمس نجوم، لازم تاخذ الاي بلس. شو اللي يخليك تاخذ الخمس نجوم؟ الاي بلس مو قاعد اقول لك المنشاه هاي واحد. الكيان لازم يكون كيان تجاري زين، الكيان النادي لازم يكون كيان تجاري حلو. يعني لازم يكون عندك تدري شنو تعاملات، وعندك فيها استثمارات، وعندك بيع ومشترى، عندك كيان وعندك شركات تتعامل وياها خاصة. بالضبط انا هذا اتكلم. ثلاثه واللي هي الاهم، يعني اعتقد ان حتى عز السامي حتى الحمامات لها مستوى معين. شفتها؟ مو نفس مستوى نادي الفيحين اللي قلنا حمام واحد قبل شوي. هاي ليفل قاعد اقول لك انا، هاي ليفل عشان توصل للمرحله. ترى النادي مو النادي الوحيد، المكان الوحيد اللي تو اعتمد ايه استاذ جابر. استاذ جابر تو اللجنه اللي جت من قبل اسبوعين، جت اللجنه وحصوا فيه وبطلوا الدنيا وعفسه، هو الوحيد قالوا كل انديه الكويت غير خاضعه. انت توصل نهائي، مو خذينا احنا ابطال اسيا، نادي الكويت خذها ثلاث مرات كاس الاتحاد الاسيوي صح، ما يحق له اخر شهر بالغصب دخلونا نلعب دوري التصنيف لعبوا القادسيه والكويت، يعني معاناه علشان انا اوصل اليوم لهالمرحله. انا ادش على طول، المشكله مو بالاداء مثل ما قال فرج، مو بالاداء، على مستوى الاداء احنا نفوق فرق وايد مع احترامنا له، لكن احنا مشكلتنا هني بالداخل. حتى تقدر تشارك من باكر والله العظيم يعدلون الكويت من باكر. احنا قاعد نعيش جو احتراف، قاعد نعيش جو رياضه، مو احتراف، جو رياضه. ترى رياضه اقل من هوايه، مو هوايه. ترى شفت هالبرنامج اللي احنا حضرتك موجود وقاعد نسولف فيه، وجيل اللي قبلنا واللي برامج الاخوان قاعد نتكلم، لكن منو اللي يبي يطبق؟ عطني. احنا حاطين لنا هيئه، حط لك وزاره، ماكو شيء اسمه هيئه زين. وزاره الشباب اليوم ما تدد الدور، ماكو وزاره الشباب شنو؟ احنا تعاملنا مع احنا حاليا اللاعب الحين يتعامل مع الهيئه، مالك شغل الوزاره. نتعامل مع شيء اسمه وزاره خلاص، يعني احنا وصلنا مرحله الحين بس يعني نحتاج نتعامل مع كوزاره. ليش نتعامل مع هيئه؟ الاخوان بالسعوديه فرج اسمها الرئاسه العامه. عندهم الرئاسه بس العامه لرعايه الشباب. اي صح، الرئاسه وزير. مو برتبه وزير، مو برتبه وزير صح، وزير يحاسب يقال. ثاني شيء يعني الاخوان، انا ما بتكلم عن السعوديه، بتكلم عن الخليج كله، ما راح دول كلهم عندهم من الاساسيات، عندهم الرياضه. اليوم احفظ ما بالك اذا دوله ولاده نفس الكويت، ترى مو بس بالقدم اليوم قاعد يصير تراجع باليد. ليش اليوم احنا اربع مرات خمس مرات نوصل كاس العالم ما عندنا مشكله، قاعد يصير انحدار، مو قادرين نوصل الحين كاس العالم، مو قادرين ناخذ اسيا. احنا بنوصل الدور الثاني كاس العالم، يعني التصفيات بعد مو
وانا قاعد اقول تجاوز الدور الاول قاعد اقول وهذه مشكله انت تتكلم عن الرياضه هي كلمه واحده ولازم يكون صريح تزعل تعجبهم تونسهم كيفهم احنا ما نبي رياضه اللي قاعد يعاني الرياضي اللي مارس الرياضه والاخوان اللي قاعد يمارسون الرياضه حاليا خلينا نتابع حوارنا بعد الفاصل شادنا فاصل وراجع معكم خل نروح لموضوع الإعداد الجيد يعني المعسكرات يمكن الأندية قبل نسمع نادي القادسية راح معسكر تدريبي مثلا بدبي العربي راح مصر الكويت راح تركيا اليوم حتى قمنا ما نسمع معسكرات هل اليوم حتى المعسكرات لغت عند الأندية يعني ما نشوف فريق من الأندية والله قالوا راح معسكر تدريبي وحتى المخصصات بعد يعني الدول قاعد تعطي مخصصات ماليه مفتوحه للاعبين احنا الله يعينهم يمكن 10 دنانير باليوم او 20 دينار هذا اذا اخذوهم هاكت الفريق شوك ضعقت على الطريقه لا لا قالها قبل السابق الفاصل قالها ان صارت عين سياحه عندنا المعسكرات سياحه يمكن قبل بالسابق المعسكرات لما تحصل قبل الاعداد كنا من قبل البطوله بشهرين تقريبا تطلع المعسكر ممكن يتم معك شهر زين تقعد تعسكر شهر انت رايح المعسكر ويكون مخصصات يعني على ايام قبل ما بقول يمكن قبل يعني ايام ايام الربيه لا بنقول على ايامنا احنا التسعينات كانت يعني ممتازه يعني كيوميه لاعب تكون زينه بس انك تقعد فتره طويله معسكر ما يتغير شيء وما عرفت بس حاليا قاعد تصير يعني يمكن قبل ما كنا يمكن نعسكر بدبي او نتعسكر مثلا ممكن القاهرة لكن معسكرات أكثر تكون برا يكون برياف يكون مكان محاوط يعني ما فندق شبه عسكرية إيه فندق ملعب تحتك الملعب لكن الحين دبي كذا حصل فري طلع تمشي يمكن على قولت كابتن مالك صارت الحين على الموضة تركيا رحنا تركيا فهالأمور كلها تأثر كل لاعبين الحين بالمولات بس يتمشون إيه ما ترى على فكرة أتلوم اللاعب إيه لأن ترى المعسكر ترى مثل ما قال ترى سجن نفس العسكرية نعم. تنام وتأكل تشرب بوقت معين تنام بوقت معين كان حتى قبل يعني وقت يمكن ترى من نقول معسكر كان يذكر خلقنا يعني يمكن الناس عبالة إن إحنا مستأنسين والله مسافر لندن معسكر ولا بألمانيا ترى سجن مسجون أكل بوقت ونام بوقت ويغصبني هنا إداري يقول لا تنام الساعة 11 دخول الغرفة الساعة فلانية ترى شيء مو عادي يعني حياتي كلها كرة الصبح وعصر تمرين وين الوناسة فيها بس إنه قبل كان فترة طويلة تحس بالمعسكر زي. الحين صارت أسبوع أسبوعين دبي تركيا قاهرة ما يعني صح. ما أحسها كابتن مالك تعتبرها صارت سياحة الحين وحتى بالنسبة للمخصصات شوف اليوم إحنا لاعبين مظلومين بهالموضوع بعد مخصصات قلت لك أنا يمكن هو يتكلم كابتن فرج أنا هي تعلقت وقلت له قلت له قلت له قلت له يعني لا يعني حتى يا ريت إنه يحصل شيء أنا أعطيك الأقوى من هذا اليوم مخصصات الحكم الخليجي أقوى من المخصصات اللاعب الكويتي أنا أعطيك الحكم يشوف الحكم ها أنا قاعد أوصل لك إلى بعد بعد أبعد يعني لو نقارن حكامنا بحكامهم لا حول ولا قوة بعد يعني هم هذول مساكين والله العظيم ما لا أتكلم اليوم ماكو شيء اسمه ما يتغير اليوم معدل التضخم سنويا قاعد يزيد أنت مثل ما قال فرج من التسعينات لغاية يومنا شو اللي غيرت بالمخصص ما يصير أنا اليوم الإخوان يطمنون عني أنا بش أنا ما أقول يطمنون وطالع الإخوان هم كانوا يطالعوننا هم كانوا يطالعون ملاعبنا هم كانوا يطالعون منشآتنا هم اللي كانوا يتمنون إن يلعبون يعني بالكويت وتكون موجودة والكويت كانت سباقة بغالبية البطولات إذا تتذكر حق التاريخ كل شيء اليوم إحنا قمنا نستحي نحط أي بطولة قمنا نتنحش عنها معناته اليوم تتكلم أنت عن 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 مخصصات اللاعب ولا تتكلم عن فترة إعداده أنا اللاعب ما لومه أنا بالنسبة لي مثل ما قال فرج قعدنا إحنا ويا لوبانوفسكي وهذا توفى هذا ودانا بستوتغارت بمدينة ستوتغارت بس بألعب مكان كان مدرب من فترة 94 أربع سنوات مسكنا بالضبط التسعينات من التسعين ل 94 هو ماسكنا يعني أنا واحد من الناس اللي يعني أخذتها وياه أمانة هذا الشخص ودانا بألعب مكان بستوتغارت مو أفضل مكان بألعب مكان واللي مسؤول عن الفندق يمكن نص درجة بعد مو نجمة واحدة نص النجمة متعمد طبعا شو مو متعمد أخلصك بعد أعطيك يعني إيحاء أكثر يعني بذاك الوقت
ما ادري والله اذا هي متوفيه ولا عايشه ما ادري، يعني بذاك الوقت 70 75 بذاك الوقت عمرها. أوكي. واذا في خير بس كلمها كلمها. طاهر معطيها توصيه لا بس عاد ذاك الوقت أنا 94 انا قصدي مستوى المنتخب دوره الالعاب الاسيويه كان رابع. انا قدم مستوى قوي. اخلصك انا اقول لك ليه 2000 احنا بالقمه. انا اعطيك ليه 2000 2001 ليه احنا هنا بالقمه ما زلنا ما كانت عندنا اي مشكله. 94 اعتقد الرابع دوره الالعاب الاسيويه من برشلونه، كاس اسيا 96 الرابع، وكاس الخليج 96 و98 من برشلونه. لا 2000 احنا اوكي قاعد اقول لك انا هذه المرحله حطيتها لك عصرتها لك ليل 2000 هي مرحله الانتاج. هلو. ترى يو برشلونه يو سيدني واقوى فرق من اللي احنا كنا مباريهم يوم كنا ببرشلونه. هلو. يعني اقوى الفرق والعالميين منهم اليوم قاعد يلعبون وواصلين اسمائهم وكابتن فرق ادوا وعطوا درس لا يدرس بذاك الوقت، يعتبر هو الجيل الثاني المكمل لنا. صح. لا هذا تم استغلاله صح اللي هو بجيل برشلونه ولا الاخوان اللي بجيل سيدني. انا بس اوريك الفكر، انا بوريك العقليه. هذا اللي اقوله، جيل سيدني كان مبدع، وين راح؟ ليش اختفى بعد؟ اقفل عليه وطلع. شوف ليش طبقوها منتخب الامارات، وهذا الحين الوحيد اللي طبقها. لاعبين صغار ويا بعض من عمر يمكن عمرهم 16 17 سنه مع مدربهم، مع مدربهم في استقرار فني، في استقرار لاعبين، عرف؟ بالاضافه يمكن لاعب لاعبين اسماعيل المطر ممكن يروح مع فريق كابتن فريق. ايه؟ عرف كلهم مع بعض. شوف الحين افضل فريق خليجي من وجهه نظري منتخب الامارات. نعم. اللي قاعد يقدم على مستوى اسيا، قاعد يقدم مستوى قوي، معسكراته، تغذيته، بونص، الحاله الاجتماعيه، الحاله النفسيه، انا داش عليهم كامل، مسوي دراسه فيها قاعد اطالعها من ضمن الليسن اللي انا كنت يعني موجود. ادش بعض الامور يعطونا ورشه عمل فيها او واجب يكون عندك ان نطلع عليهم. للامانه اي تو زد انا مسؤول عن فرج اي تو زد. خلاص هذا الجروب كله معسكراته ويا بعض، يروحوا ويا بعض، اليوم يراهم فيه اليوم. ما انطى كلامك، حتى مره كانوا معسكرين كان عندهم بطوله منتخب، كان وقتها الاولمبي نفسه هالفريق هذا الحين اللي صعد. حلو. كان عنده بطوله وقعد فتره طويله بحدود شهرين ثلاث اشهر، جابوا اهل اللاعبين. صح صح، اهلهم يشوفون. صحيح. لا راحوا لهم، لا قعدوا وياهم، قعدوا وياهم، اعطوهم تذاكر وودهم يعني كل واحد ياب اهله. اهله ويقعد وياهم، اللي ياب امه واللي ياب ابوه وكذا، مروا معسكر اللاعبين وقعدوا عندهم بعدها يمشون. عيل احنا لما يكون عندنا فريق قوي من هالأندية اللي موجودة، القادسية والكويت والسالمية والعربي وغيرها من الأندية، ويطلع مستوى قوي مثل ما قلنا برشلونة أو سيدني 2000، ليش ما نحافظ عليهم من بعد؟ شنو أسباب اللي احنا اليوم نتركهم ما نحافظ عليهم؟ ليش؟ شوف احنا كنا على طاري قلت سيدني 2000 لأن أنا كنت متواجد مع الفريق. صحيح. تبدعت بسيدني 2000 الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا كله جهد اللاعبين كلهم موجودين. لو تقول لي اقول لك اللاعبين كلهم كانت المفروض تشيلهم كلهم للامانه. شوف لنا بدينا لان كان هو اسمه منتخب اولمبي، يعني الاعمار كانت اقل من 23 سنه. كل هذول المتواجدين هذول كلهم اليوم فريق اول، تخيل ها، وقتك النظر في بعضهم اعمارنا 19. صح. في 21. صح. بس كان كل الفريق الاول، كل الفريق الاول قاعد يمثل الفريق الاول. طبعا عكس حاليا يمكن شارك المنتخب الاولمبي يمكن في لاعب او لاعبين فريق اول. اي اذكرهم سامي الصانع يمكن. صح. سامي الصانع الوحيد كان لاعب فريق اول، الباقي ترى كله من الرديف وصغار. صح. هذا اكبر غلط يعني. فبدايتنا كانت احنا صح، خذ لاعبين ودانا تصفيات، اعتقد تصفيات قعدنا معسكر بلندن لمده شهر، عدنا الفريق صح، دخلنا التصفيات نضرب فرق ونمشي. تخيل عادي عندنا، كان مجموعتنا كانت قطر وعمان مع احترامي لهم، وكان وقتها نجوم زين، بس كنا طاغين. صح. يعني حتى الجمهور كان يحضر لنا شيء مو طبيعي. بعدها دخلنا على النهائيات نفس اللاعبين، بالاضافه اللي اخذوا اربعه لاعبين كبار، عصام وجمال وعبد الله ابران وحسين الخضري. حسين الخضري اللي طعموهم مع الفريق الاولمبي. كلنا رحنا معسكر بالخارج، طبعا رحنا خمس دول. هذا معسكر لتجهيز بطولة سيدني، حق تجهيز بطولة سيدني. طبعا يمكن هذا يمكن الاعداد الوحيد اللي صار بالكره الكويتيه هالاعداد، هذا اقوى اعداد، اقوى اعداد مر على الكره الكويتيه. شنو كانت اسبابه قبل لا تروح للتفاصيل؟ اسبابه لان عندك لاعبين المجموعه، ايش معنى اهتموا ذاك الوقت؟ لان اللاعبين ما كانوا اولمبي، ما كان مع الاول، اكثرنا فريق الاول. زين. عرفت صغار بالعمر بس قاعد نمثل انديتنا. بشار كان وقتها لاعب نجم نادي السالميه. صحيح. صالح بريتشي، ناصر العمران، اسامي لاعبين بنديتهم زين، ولاعبين صغار، ففي ثقه انه ممكن هالفريق يسوي شيء. خمس دول ذاك الوقت رحتوا؟ رحنا معسكر لخمس دول، رحنا لندن، رحنا اليابان، رحنا الصين، رحنا
هولندا ايطاليا، تخيل قاعد نفر هالدول هذه واحنا برا، ما ردنا الديره. زين ردنا الديره، قعدنا يمكن كم يوم بعدها تجينا حق استراليا على طول. حلو. فالمجموعه كانت كلها على قلب واحد والحمد لله، يعني شفته الكل قدم بهالبطوله هاي النهائيات على مستوى. يمكن طلعنا نحتاج تعادل او فوز من امريكا وطلعنا لاسباب عرفت، لاعب كان في اصابات وكذا ما قدرنا نكمل. الكلام كله خلاصة الحكي ان نفس الفريق هذا اللي وصل لنا كلامنا، يعني نفس الفريق راح يتجه حق بعدها لكاس اسيا 2000 بلبنان. صح، نفس الفريق بالاضافه للاعب او لاعبين ككبار خبره يكون مثلا يكون قائد، نفس اسامه حسين وقتها كان موجود، جاسم موجود، فواز وبران، فمحتاجين لاعبين كذي بالاضافه للفريق كله يتجه. تخيل دخلنا البطوله بس ست لاعبين من المنتخب الاوروبي. اذكرها ايوه. لا كان مستوى قوي امانه، يعني الجمهور ما ينسى بطوله سيدني والمستوى القوي اللي قدمه المنتخب ذاك الوقت. وبعدين خلنا نكملك، يعني حتى الطموح لان كل الفرق قالوا انه راح يتجه لهناك، فاتجهنا سته. اكثر اللاعبين اللي مثلوا سيدني بطلوا من بعد هالبطوله. صحيح بطلوا، بطل من بعد هالبطوله بطل. ليش؟ تمينا يمكن سته او سبعه. صح. اللي استمروا مع المنتخب وكملوا، الباقي اكثرهم اللي كمل دراسته، عرف انه بالنهايه هذا مجرد حكي، مجرد كلام. قال لك اشوف مستقبلي ولا اني اضيع مستقبلي بالطلع. طلع هو الصح اللي كمل صح. كابتن انت اليوم عندك ليسن اي وانت مدرب اليوم، ممكن نشوفك الفتره الجايه ان شاء الله كمدرب فريق، حتى لو فريق ناشئين فريق. لا شوف انا كابتن، انا يمكن صار لي سبع سنين انا ادرب بالنادي العربي، يعني السنه اللي طافت وهذه السنه اللي انا ما دشيت فيها، لكن طول السبع سنوات اللي طافوا انا مدرب بالمراحل السنيه. وخذيتك الدراسه شوي يعني للامانه، يعني اليوم في جيل قاعد يلعب بالفريق الاول، انا افتخر يوم الايام انهم كانوا تحت اشرافي. حلو. اليوم يلعبون بالفريق الاول بالنادي العربي، انا اتشرف ان هذيل اللاعبين مشروع لاعبين، وكنا احنا نبصم على لاعبين معينين، واليوم هذيل قاعد يطبقون اللي احنا قلناه وشفناهم بالفريق الاول واعتماد عليهم بالفريق الاول. لاعب العربي الدفاع احمد ابراهيم، هذا احمد ابراهيم، محمود دشتي ان شاء الله، محمود دشتي هذا يلعب، يعني في يمكن خمسه لاعبين احنا بانين عليهم والحمد لله اليوم قاعد يلعبون. اليوم انا وقفت على المراحل السنيه وانا كلامي صريح، وانا عدتها بلقاء سابق فرج، قلت لهم انا وصلت فيني مرحله اني خلاص المراحل السنيه خلاص، انا انسان ابي اشتغل فريق الاول. حلو. انا هذا تخطيطي، لما اقول اشتغل فريق الاول انا ما اتكلم اني اكون مدرب، لا لا. زي. انا اكون مع الجهاز الفني مساعد. اليوم انا محتاج هذا الشيء لانه خلاص، ترى على فكره وانا مسؤول من هالكلام، غالبيه الانديه عشان لا يأستثني، غالبيه الانديه مقبره المراحل السنيه. غالبيه الانديه مقبره. ما في ما في ما في، يعني لا تشوف لا ملاعب لا 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 نظام تحكيمي يعني موجود ومشاكل وهواش. ليه امس انا حاضر مباراه ولدي تحت 19 سنه قاعد يلعب، كل يوم طق مطاقك بالملاعب. امس انا مباراه الساحل العربي انا حاضر مباراه ولدي تحت 19 سنه، لو تشوف المنظر وهو ولا مبالاه. لا لا انا اقول لك المراحل، انا اقول لك في انديه قاعد تشتغل، انا ما اقول لك ما قاعد تشتغل، لكن انا وصل فيني مرحله انه خلاص اليوم وصلت خذيت الليسن اي، انا قدامي البروف بعدها، لكن انا شنو قدامي؟ ابي الفريق الاول خلاص. انا بس قبل لا نختم الحلقه ضروري نشوف عندنا هدفين، خلينا نشوف الهدف الاول مخرجنا. كرة كأس العالم 2002 هذه ضربة حرة مباشرة، والله يجي خبر سعيد يا خالد، ضربة حرة مباشرة. خالد الحقيقة يعني أنا سعيد جدا سعيد جدا الحقيقة، أن احنا أنا فخور الآن في هذه اللحظة يا خالد، فخور الحقيقة بالسلمية، فخور جدا السلمية يلاقي منتخب البرتغال ويصل إلى الدقائق الأخيرة، ولهيب يلهب المدرجات يشعل المدرجات ويتمكن من تسجيل هدف تاريخي في مرمى دانيال فرنانديز، يتعادل نادي السلمية مع من؟ مع المنتخب البرتغالي. أنا قلت لك قبل الحلقة في هدف بعرضه، فأنت أعطيتني هدفين قلت لي عزيزين علي، هل هدف هذا عزيز ولا على البرتغال ترى؟ هذا إيه لا شوف لما تقول عزيز هو مو شرط إنه يعني على منتخب كبير، يعني زي. يعني يكون مثلا لا بصمة، يمكن في أهداف عندي يمكن هدفي على البحرين
كانت بدايتي فيكون إيه فيكون شوي عزيز علي. فهذا لاعب من الاهداف اللي افتتاح الملعب ترى افتتاح الملعب انا اذكرها عادي. شوف هذه خليني اقول لك عنها بدايه باختصار يعني هذه بادئه طبعا حق المرحوم الشيخ خالد اليوسف الله يرحمه. اختار خمس لاعبين البارزين بالافضل لاعبين بالموسم انهم يشاركون حق مباراه الافتتاح ملعب السالميه مع المنتخب البرتغالي. طبعا هذه بادره حلوه انه يكون في اختيار من يعني كنت افضل خمس لاعبين. من ضمن الخمس لاعبين الحمد لله كنت من ضمن الخمسه وعشان اني اشارك بالمباراه. نعم عطنا الهدف الثاني مخرجنا بعد انصور 23 دقيقه وادي تراث مبارك مصطفى راح يلعبها لافه ترجع له مره ثانيه كره خطره العربي تلعب دور طبعا لما تقول هدف في مباراة العربي القادسية الجمهور ينفجر الحكي 98 ترى موسم 98 تذكر الهدف كابتن؟ هذه المباراة انا مقول جولين ترى مو جول بس بعد يعني بهالمباراة هذه في هدفين ووقتها محمد سالم العنزي ومبارك مصطفى كان هو اللي صنعها يعني الله يذكره بالخير السنياري مبارك مصطفى بهالمباراة وهو يعني كان له دور بصمتين بالهدفين اللي انا سجلتهم مبارك مصطفى اي يعني يعني هذه المباراة كانت جدا عموما اي جول يعني يعني اكيد راح يكون لكن لما تلعب مباراه جماهيريه وديربي وتقول فيها يعني انا عدد لا اقولها دبل مو قول عادي يمكن انا عدد الاهداف اللي مسجلها على نادي القادسيه افتخر فيهم هم ثمانيه هذول الفعليين يعني انا اقول فعليين غير اللي فيهم ضربات الجزاء يعني بين الفريقين انا ثمان اهداف وانا اعتز فيهم. الشغله الثانيه انا افتخاري بنادي العربي ترى يعتبر انا جيت يعني هم نوعا ما بس قدرت اني الحق العب وياهم 10 مواسم. نعم. انا افتخر اني انا اكون من ضمن العشره الاوائل من هدافين النادي العربي، العشره الاوائل بالدوري بس. مهاجم. بالدوري بس حلو. انا عشان عندي ثواني تعتزل الكابتن الموسم هذا انت ما لعبت نهائيا. اي نعم انا ان شاء الله باذن الله طبعا باللقاء هذا يمكن فرصه اني يمكن في ناس يمكن ما تدري يمكن تاريخ 29/11 راح يكون اعتزالي 29/11 الجاي الجاي ان شاء الله اي الكويت والعربي ان شاء الله في قدامه لا هو شوف هو مهرجان يبي القدامه طبعا لا تحاتي لا تحاتي هو طبعا بداية طبعا احب اني اشكر شركه هابي رود ان هي ماسكه مهرجان اعتزالي طبعا اشكرهم كلهم العاملين وعلى راسهم طبعا الشيخه امل الصباح على مسمان الصباح على البادره الحلوه هذه الامانه اللي تكفلت بكافه المهرجان لا. وان شاء الله راح يكون مو بس اعتزال تقليدي راح يكون في مهرجان راح يكون في فعاليات راح يكون في لاعبين قدامى جيلي لا. عرفت وراح يكون طبعا اشياء حلوه حق الجمهور راح عسى الله يوفقك كابتن فري يعني انت من الناس اللي قدموا امانه الكثير الكره الكويتيه وتستحق التقدير وتستحق الاشاده وتستحق يعني دائما نذكرك بالخير ونذكر الايام الجميله انت والكابتن ايضا مالك القلاف قدمتوا كثير للكره الكويتيه سواء نادي العربي وايضا انت يعني حتى صالح السويلم من الهيئه العامه للشباب الرياضه بطرش لي واتساب يقول قل الفري ليش تنقل وايد بين الفرق وشنو استفاد يمكن ما عندي وقت بعد اخذ منك اجابه الا بكلمه واحده عندك كلمه ولا لا عشان على هالموضوع ايه انت تنقلت يعني؟ وايد شنو استفدت بين الفرق شنو استفدت يعني من الانديه ايوه ما يعني شوف الاستفاده هي ان مثلا شلون اوصفها لك تبيها بكلمه واحده يعني كلمه واحده ايه تعرفت على اللاعبين الوايد على فكره صارت عنده محبين وجماهير من انديه كثير ترى نفس اللي صار حق فري صاير وياي يعني يعني انا ما اختلفت وايد عن فري يعني ترى الفكره بنفس المعنى يعني يعني فرش ترى تنقل بنديه انا تنقلت بنديه نفس محبه الجماهير صار عنده جمهور بنادي السالميه صار عنده جمهور بنادي الفيحي صار عنده جمهور بنادي الكويت عنده اكثر من جمهور وهذا شيء ميزه يعني بالعكس يعني باختصار تكون هذا احتراف هذا الاحتراف الفعلي نعم اللي لازم لكم مسير. حضور امانه عند الجمهور والجمهور اذكركم دائما بالخير كل الشكر لكم اشكركم كابتن فري انا عندي كلمه كابتن مالك انا ما عندي شيء وعندي الاخبار مجلس الاخبار انا يلا بطلع فيها انا اقول لك اتشرف اني انا رقمي 19 وانا قلت لك اياها وقالها هذه مفاجاه هذه صدفه 19 19 مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعه نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي
مع السلامة.